كويز مجموعة من الأسئلة جاوبني بكلمة واحدة ما غير ما تخمن بابش. شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ محمد علي. أحسن لاعب في تاريخ تونس. أحسن لاعب في تاريخ تونس. أحسن لاعب في تاريخ تونس. أو على الأقل اللي خلط عليهم أنت شفتهم اللي جاي يكور وقال معاه. أحسن لاعب معناتها اللي خلط عليهم هنا عايد الحمرون. عايد الحمرون. به المهاجم اللي يعجبك اليوم في تونس. اليوم. جيس تقرب شوية ميكرو. اللي يعجبني اليوم فما خنيسي. خنيسي. أحسن مهاجم خلقته تونس. أحسن مهاجم خلقته تونس. خمم شباب شعاد أول واحد يجي على بالك قول لي ذاك عيادي بو مش هتاكون عيادي ما بعد أنا ما تقعد كلوار ولا يلعب به ملاعبي من اللعب معك خدام برشا يخدم برشا ملاعبي خدام برشا ما يتعبش من خدمة نبي المعلوم ملاعبي كركار تو بالعكس ما يحبش نقطة بين المهم كركار سينيور معناتها يتقلق من نقطة بين المهم ما يحبش برشا مجهود فما حد كلهم خدامة أكيد فما واحد أقل شوي والله قاعد نلوش فيهم شكون أقل واحد مرقيتش والله مرقيتش اللي يبدأ نهارة الفيزيك يبدأ هارب ويتمور فيها وجعتني و... والله شو قلت فما حد بصراحة ولا نعفيك من الإجابة عافيني من الإجابة بصراحة شكون أحسن مهاجم في العالم اليوم أحسن مهاجم بنزيما أحسن لاعب في العالم مبابي أحسن مدرب بدربك أحسن مدرب دربني واحد بريزيليان لويس أنطونيو وين؟ في الأهلي السعودي شكون أحسن مدرب في العالم اليوم؟ الألماني اسمه كلوب لا الآخر طوى بتاع تشيلسي توخيل شكون أقرب لاعب ليك كان؟ أقرب لاعب أصحاب كنتو شادي بالحال ما زلتوا اليوم صحابه ايه اقوى جمهور لعب ضده في تونس ولا برا ايه جمهور الاتحاد السعودي في الكلاسيك وش كنت تشجع الاتوال ولا الكلوب ما شجع حد ما يهمكش احسن هدف سجلته أحسن هدف سجلته في السعودية كيف هي البونتو؟ بالإكستيريور معناتها بعد ريبريز بالكو دي بي وهي بالإكستيريور أكبر سالير خذيتها؟ في الأهلي قد إيه؟ 500 دولار أقل سالير في حملة قد إيه؟ 120 دينار كانت هذه لوكويز No quiz.